عندما وصلت إلى السويد في عام 2014 وأنا في طريقي إلى مركز مصلحة الهجرة السويدية لتقديم طلب اللجوء، وأنا في طريقي في القطار كتبت بعض الكلمات التي تعبر عني وربما تعبر عن الكثيرين. أتمنى أن تنال إعجابكم، وهي بعنوان لاجئ صار اسمي. لاجئ صار اسمي بكل معنى اللجوء، ومن قال أني سعيد وأن العيش في بلاد الغرب جميل جدا وما فيه سوء، ومن قال أني هنا سوف أكون أنا، ومن أنا؟ لاجئ صار اسمي في تلك البلاد الغريبة، بعيدا عن أرض الحنين، عن أهلي وتلك الحبيبة في بلاد الياسمين. ويقال أني في الرفاه أعيش حياة الحالمين، أما أنا أصبحت مدفونا، أما أنا أصبحت مدفونا، قلمي وأحلامي ميتين. لاجئ صار اسمي منتظرا تلك الإقامة، أياما تتلو أياما تنسيني حس الندامة. الحيرة زادت بنفسي كي تدفع روحي الغرامة، وعلى حالها تبقى غربتي، وعلى حالها تبقى غربتي وحيدا على درب الكرامة. أصبحت لاجئا ويسير بالعمر القطار بين غابات النسيان، ضاعت ما بينها الأعمار. كيف أتظاهر بالسعادة وحزني عميق كالبحار؟ كيف سأكمل أنا طريقي وأنا بنفسي أضعت المسار؟ هنا أبيع وطني في أرخص الأسواق، السعر له قوت يومي مع قلة من الإشفاق. لكني نعم قد تكون الخيانة، نعم قد تكون الخيانة، لكني سئمت النفاق. وعذرا منك يا وطني عذرا، إني أعلنت عنك الانشقاق.